يا عائشة إنها ليلة النصف من شعبان، وإن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وإن جبريل أتاني وأمرني أن أقوم ليلها وأن أزور أهل البقيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت الروايات فإن الله يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وفي رواية يعتق، ما هو مثلها أكثر منها. من ذاك الوقت النبي تكلم بهذا الكلام والمسلمين من الإنس محصورين، وشي أعداد كبيرة، ولكنه يعرف سعة أمته صلى الله عليه وسلم واتساعهم إلى يوم القيامة. ويقدر الله المغفرة في تلك الليلة لأكثر من عدد شعر غنم كلب. هذه القبيلة المشهورة بكثرة الأغنام، ما هو عدد غنمهم، عدد شعر غنمهم. نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله يوفر حظنا منها. وسجدوا نبيك بكاء في مثل ذا الليلة، وهو كل ليلة يبكي. الله ينقي قلوبنا ويصفيها ويرزقنا خشية وخشوع، نشارك نبينا في الخشوع في البكاء لله سبحانه وتعالى في مثل ذي الليلة. قد سمعوه في دعاءه يتذلل للرب، كان سيدنا علي يفرغ نفسه للدعاء وللقيام في هذه الليالي، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عرفة وليلة عيد الأضحى. وجاء في الخبر عن أربع ليالي وأيامهن، وذكر ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة وليلة العيد وليلة الجمعة. الله يبارك لنا في ليالينا وفي أيامنا، ويفتح أبواب الفرج للمسلمين إن شاء الله في ليلتنا هذه. يا رب تدارك الأمة وما نازلها، يا لطيفا لم يزل ألطبنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطبنا والمسلمين، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا زل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف ألطف بنا والمسلمين، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، من راحمين فرج على المسلمين.